الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم، نشرة فنية جديدة على موقع صدى البلد، وهنستعرض فيها مع حضراتكم أهم وآخر الأخبار الفنية، وهنعرف سبب طلب مفسرة أحلام شهيرة من الناس دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وسبب إصابة الفنانة لوسي بتهتك في الأنسجة، وهنعرف كمان إيه الرسالة اللي وجهتها الإعلامية بسمة وهبة للفنان هاني شاكر بسبب ويجز، وغيرها من الأخبار كتير، فتابعونا. ونبدأ أخبارنا الفنية النهاردة بآخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، واللي تضررت أسرته بسبب الشائعات اللي انتشرت مؤخراً عن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووضحت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة تفاصيل حالته الصحية وحالة والدتها كمان، وقالت إنه بدأ الأمر بإصابة والدتها بفيروس كورونا، وحزن والدها عليها كثيراً وأصيب هو الآخر بالفيروس. ولكن بعد أن تماثلت زوجته للشفاء وخرجت من المستشفى، سمعت الإشاعات الكتير اللي بيتم تداولها عن حالة زوجها، فأصيبت بجلطة في قدمها. ونشرت هبة حلاوة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوست طمنت الجمهور على حالة والدها الصحية. ونشرت هبة أغنية من كلماتها وعلقت عليها وكتبت دعوة للتفاؤل والأمل، نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي دكتور أحمد حلاوة، ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان، وطمئن كل محبيه التحسن بسيط والحالة مستقرة في المستشفى لتلقي العلاج، دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى. وبسبب رؤية لمفسرة الأحلام أسماء بدوي أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتبت مفسرة الأحلام أسماء بدوي في منشور ليها على فيسبوك: أتمنى القريب من الفنانة شيرين عبد الوهاب ينتبه عليها في رؤية تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب، والله أعلم، أرجو اللي يعرفها يكون إلى جانبها ويدعمها. وكان الظهور الأخير لشيرين بيؤكد أنها بتعيش حالة نفسية سيئة، وده كان في حفلتها بالكويت، واللي شهد بكاء شيرين بحرقة على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة ما تحاسبنيش، وده دفع الجمهور الكويتي للتعاطف معاها وأطلق هاشتاج بعنوان دموعك غالية يا شيرين. ده غير الملابس اللي ظهرت بيها واللي كانت ملابس رياضية، وبعض الجمهور هاجمها بسببها، والبعض التاني قال إنها بسبب الحالة النفسية السيئة اللي تعرضت ليها في الفترة الأخيرة. أما الفنانة لوسي فكشفت تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة وهي بتأدي بروفة مسرحياتها الجديدة على خشبة المسرح القومي، وقالت لوسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: أنا بخير، وكل اللي حصل لي أثناء أدائي بروفة مسرحيتي الجديدة على خشبة المسرح، أصبت في قدمي عن طريق الخطأ من أحد الشباب المشاركين في العرض وهو بيقوم بعمل حركة استعراضية داخل أحداث المسرحية، وأصابني من دون قصد بحذائه في قصبة رجلي. وطمأنت لوسي جمهورها عليها وقالت: أنا بخير، كل الموضوع أني اتصبت بتهتك في الأنسجة، وأمرني الطبيب براحة لمدة 20 يوم، ولكن أنا هرجع للتصوير يوم الحد القادم. وفي الوقت اللي بتحاول فيه لوسي رجوع بسرعة للمسرح والتمثيل، قال الفنان أحمد فلوكس أنه قرر الابتعاد عن الساحة الفنية خلال الفترة دي، لأن الوضع الفني أصبح متدنياً ولا يصلح لتقديم رسالة للجماهير في هذا التوقيت. وقال فلوكس خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية: أنا مش شيخ، ولكن كل الكتب السماوية بها محرمات، ولا يمكن جعل المحرمات مسموحات على شاشات التلفاز، لأن مصر لها عادات وتقاليد ولن أسمح بهدمها. وتكلم فلوكس كمان عن مهاجمته للفنانة أمينة خليل، وقال إنه لا يوجد معاها، ولكنه قام بانتقادها بسبب مشهد ضمن حلقات مسلسل نمرة 2 واللي تعرض بعنوان آخر الليل على منصة شاهد الإلكترونية. أما الإعلامية بسمة وهبة فهجمت مغني الراب ويجز، وده بعد ظهوره بإطلالة غريبة خلال حفلته الأخيرة اللي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. ونشرت بسمة وهبة صورة لويجز وكتبت: والله عيب بجد عيب، انت رايح بلد بيقدموك انك مصري، يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقول لنا هو احسن من حمو بيكا وحسن شاكوش، في ايه كله محصل بعضه في الاخر محسوبين على مصر. اما الفنان هاني شاكر فعلق على اطلالة مغني راب ويجز وكتب في تدوينة ليه عبر حسابه على تويتر: بعد ان سئلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب، برأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت. وبكده تكون انتهت أخبارنا الفنية النهاردة، والمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع صدى البلد. شكرا ليكم وإلى اللقاء.